هل الزمالك فاز على بيراميدز لانه الافضل ولا عشان انتي تشاتش دخل الماتش متاخر؟ تابعوني انا صاحب الكوره وتحليل مباراه بيراميدز والزمالك. تعالوا نشوف الاجوال وبعدين نبدا نخش في الحالات. اول ميزه عملها كارتيرون النهارده في الزمالك هو انه قسم الجيم. في البدايه الزمالك كان بيعمل ضغط عالي وكان قافل على كل محاور بناء الهجمه في بيراميدز. تعالوا مع بعض نشوف الشكل اللي عمله الزمالك وازاي كان بيحاول يستغل الاخطاء. نتابع هنا مع بعض. في مرحله بناء هجمه مهدي سليمان ما قداموش حلول لان في هنا ضغط على قلب الدفاع، وهنا تلاقي لاعب الزمالك مقرب من قلب الدفاع فبالتالي التمرير ليه صعب. هنا المساحه دي كلها مفيش حد بينزل فيها كمنطقه تحضير عشان يقدر يبني الهجمه ويطلع بالكوره. نكمل الحاله. بصوا هنا الرقابه اللي معموله على محمود حماده احد لاعبي التحضير في وسط ملعب بيراميدز اللي بيقدر يطلع الكوره، لعيب كورته حلوه فلعيب يقدر يوصلك ويطلعك، خصوصا ان مفيش عبد الله السعيد. ففي الحاله دي لو لعبت لاعب التحضير اللي عندك اللي هيقدر يطلع الكوره هيبقى صعب جدا على بيراميدز انه يقدر يطلع بشكل طبيعي ويقدر يلعب كورته اللي هي كوره الاستحواذ اللي بيراميدز متعود عليه. بصوا هنا اللعب باسبقيه الدفاع. الجزء الاولاني في الماتش تقريبا اول ربع ساعه الزمالك دفاعيا كان ممتاز وكان قافل كل الحلول قدام بيراميدز. بصوا اللعب على اخطاء بيراميدز، اسبقيه الدفاع، الكره اتلعبت لان انتشار لعيبه الزمالك افضل ولان مفيش لعيبه في مناطق تحضير بيراميدز، بالتالي المنطقه دي كلها فاضيه اللي هي المساحه دي كلها كانت فاضيه، مفيش حد يقدر يستقبل الكره الثانيه غير لعيبه الزمالك، عشان كده الزمالك هجوميا ودفاعيا في ربع ساعه الاولى كان شكله افضل وكان شكله مبشر. نلاحظ تاني مع بعض نفس الفكره. هنا مصطفى محمد بيضغط على قلب الدفاع، ونلاحظ هنا محمود حماده وعمر جابر متراقبين مان تو مان بحيث ان بيراميدز يعطل في بناء الهجمه. ما عندكش واحد زي عبد الله السعيد لعيب يقدر يحرك الفرقه، يقدر ينزل لتحت عشان يستلم ويطلع الفرقه، ولاعيبه التحضير اللي عندك متراقبين، فبالتالي بيراميدز ما عندوش غير حل واحد انه يلعب الكرات الطويله، بالتالي بتحرم المنافس بتاعك من اهم مميزاته وهي كره الاستحواذ. طيب في حاله انك بتضغط على لعيب التحضير من وسط الملعب، اذا انت بتمنع بيراميدز من الاستحواذ اول حاجه، ثاني حاجه بتمنعه من انه يبني من عمق الملعب اللي هي برضو المنطقه اللي بيحبها بيراميدز في صناعه او تدرج الهجمه، وطبعا ده في ظل وجود عبد الله السعيد. انما في حاله النهارده انت قفلت لهم عمق الملعب عشان يطلعوا على الاجناب، لان انت ما عندكش في عمق الملعب طارق حامد، ما عندكش اللاعب السته اللي يقدر يفتك الكرات في منطقه عمق الملعب. فعمل ايه الزمالك عشان يجبر لعيبه بيراميدز ان هم يخرجوا على الاجناب؟ نلاحظ مع بعض هنا. بصوا هنا بن شرقي، وبصوا هنا اوباما، وبصوا هنا عبد الله جمعه كماشه في الضغط على بيراميدز. بصوا هنا تلاقي بن شرقي بيرجع، يعني بن شرقي بيضغط على ناحيه الباك اليمين لبيراميدز فبالتالي بيرجع معاه. هنا اوباما بيميل عشان يعمل مسانده او مثلث في الضغط فيعمله الكماشه على بيراميدز، بالتالي يقدر الزمالك يفتك الكره او يصعب بناء الهجمه من الاجناب. في حاله بقى فقدان مناطق الضغط العالي قدر بيراميدز يقدر يخرج لمناطق او وسط ملعب الزمالك بيحصل ايه؟ نلاحظ هنا مع بعض شكل الزمالك لما بيفقد مناطق الضغط العالي، كله بيرجع لمناطقه او بمعنى اصح 9 تحت الكوره. لاحظ هنا 4 3، بصوا على دي بقى 2 1. ليه 2 وليه الاثنين دول هنا؟ عشان يقفلوا عمق الملعب. ليه؟ هنرجع ونقولها، انت ما عندكش طارق حامد فبالتالي بتحاول تهيئ كل الحلول للعيبتك عشان يقدروا ينفذوا اللي انت عايزه، فبالتالي 2 لعيبه هنا قافلين الممرات عشان ما يقدرش بيراميدز يهاجم او يقابل الزمالك من العمق. بتلاقي التلات لعيبه هنا واحد بيعمل مسانده مع عبد الله جمعه، ولو تطلب الامر رجوع واحد تاني من الثنائي هنا اللي قافلين عمق الملعب مع الثلاثي بتوع وسط الملعب، فبالتالي تبقى انت قافل عمق الملعب بخمس لعيبه، والاثنين دول مش بعاد ابدا على الاجناب عشان يقدروا يميلوا ويعملوا الكماشه اللي بنقول عليها على اجناب الملعب، فبالتالي عمق واجناب الملعب يبقوا مقفولين قدام بيراميدز، فبالتالي تقدر تفرض سيطرتك انت على الجيم وتشتغل زي ما انت عايز. بصوا بقى دي بتوضح النقطه اللي احنا بنتكلم عنها. انت ادي 4 3 وادي الاثنين في واحد منهم اهو. بصوا نزل فين؟ لما اللعب مال ناحيه الجنب بقى في 2 اللي هو الباك واللاعب الوينج اللي هو اونجم، وهنا نزل معاهم زيزو عشان يعمل بلوك كماشه على الجنب الشمال فيقدر يمنع
خروج وتدرج الهجمه وصناعه اللعب من الناحيه دي. لاحظوا معايا هنا 4-3-2، ثالث حاله بتوضح شكل الدفاعي للزمالك لما بيفقد مناطق الضغط العالي لما بيرجع لمناطقه. بصوا هنا الباك هنا الوينج هنا واحد من وسط الملعب، وبيبقى في الاغلب بيبقى زيزو اللي بيمين ناحيه الناحيه الشمال عشان يعمل الكماشه الثلاثيه دي. فلاحظوا هنا 2 بس من بيراميدز، مفيش حلول. نكمل الحاله، بصوا طلب الكوره، ايه اللي حصل؟ الباك راح معاه، فكانت النتيجه ايه؟ ما عندوش حل. هنا اوناجم طالع مغطي احمد عيد، عشان احمد عيد لو ما قدرش يسيطر على مهاجم بيراميدز يبقى عندك لاعب بيغطيك، وهنا زيزو مكمل عشان يقفل هنا معاهم يعملوا شبكه ضغط. ولاحظ برضو هنا الونش قريب، يعني انت من الاخر عامل بلوكات على جنب الملعب وكل المساحه في الجنب انت اللي مالكها، فبالتالي بيراميدز ما كانش عنده حلول كتيره، وخصوصا في الربع ساعه او الثلث ساعه الاولى من الشوط الاول. طيب بيراميدز كان بيعمل ايه او عمل ايه بيراميدز عشان يقدر يتطور نسبيا وخصوصا بعد الربع ساعه الاولى؟ فانتي تشاتشيتش وطلب من لعيبته حاجه معينه هنشوفها في الحاله دي. هنا هنتكلم على الشكل الدفاعي للزمالك، نبدا الحاله مع بعض. بصوا هنا 2 من لعيبه بيراميدز، ابراهيم حسن واحمد توفيق. بصوا بقى، بصوا هنا عمر جابر فين بيميل على اللعبه عشان يعمل توازن عددي، فبالتالي الوضعيه هنا على جنب الملعب 3 ابيض على 3 من بيراميدز. نكمل الحاله، ركزوا هنا مع احمد توفيق. بصوا مين اللي خرج على الطرف؟ ابراهيم حسن. ابراهيم حسن هو اللي مسك الخط، فطبيعي احمد توفيق مش هيكمل في نفس الخط، دخل هو كظهير وهمي، ضم هو لعمق الملعب عشان يعمل المفاجاه لدفاع الزمالك ويضربوا تكتل ضغط الزمالك. نكمل الحاله، بصوا احمد توفيق، خليك مع احمد توفيق، بصوا الكره اتلعبت له في مساحه ازاي، هي دي. عندك تكتلات او بتلعب الزمالك بيلعب بثلاثه على الاجناب، وانت اصلا يا تشاتيتش مركز على اجنابك، انت ما عندكش عبد الله السعيد اللعيب اللي بيقدر يلعب لك من العمق ويعمل لك صناعه اللعب من عمق الملعب وكمان بيربط على الاجناب، فانت طبيعي هتحاول تاخد الطريق الدائري انك تاخد اجناب الملعب. عشان تاخد اجناب الملعب هتعمل ايه؟ لازم توفر كثافات، تحركات وانسجام كبير قوي بين ابراهيم حسن واحمد توفيق في مرحله مين اللي يمسك الطرف ومين اللي يخش لعمق الملعب زي ما شفنا في الحاله دي. طيب ايه تاني حاول انتي تشاتشيتش يعمله عشان خاطر ينوع لعبه ويحاول يطور الشغل بعد الربع ساعه الاولى اللي فقد فيها الزمالك جزء كبير من بريقه اللي كان بادي بيه اول ربع ساعه؟ لاحظ مع بعض هنا الضغط العالي للزمالك ما بقاش بيتطبق، بمعنى اصح انت بقيت بتسيب قلبين الدفاع يقدروا يبنوا ومعاهم مساحه كبيره، سبت لهم تقريبا نص الملعب. طيب دي نقطه، نكمل النقطه اللي بعد كده. بصوا بقى افكار انتي تشاتشيتش هنا، ابراهيم حسن بقى بيضم شويه لعمق الملعب، واحمد توفيق هو اللي بقى بيفتح ستريتش الملعب. نقطة كمان ودي اللي أنا استغربته فيها، إيريك تراوري، إيريك تراوري ما ينفعش أقتله من أنا أخليه هو المهاجم الصريح، إيريك تراوري ده لازم يلعب بين الخطوط، يلعب طرف، بحيث إن أنا أديله حرية حركة في مساحة كبيرة عشان يقدر يعمل دي. بصوا هنا 1-2 على خط عرضي واحد في منطقة الكورة، بالتالي بيراميدز بقى عنده مثلثات. بصوا هنا علي جبر يقدر يدي يميل على إيريك تراوري، مجرد ما إيريك تراوري هيستلم هنا في رجلي ساسي غصب عنه تلقائي هيروح يضغط عليه فهيسيب هنا إبراهيم حسن، وهو ده اللي حاول يعمله أنتي تشاتشيتش إنه يعدد حاوره في عمق الملعب عشان انا مش هفضل طول الماتش بلعب على الاجناب، لازم احاول اتكيف على الحلول اللي عندي. نكمل الحاله، بصوا هنا ابراهيم حسن طلب الكره في وسط الملعب في المساحه على يمين فرجاني ساسي، بقى عندك ايريك تراوري هناك وعندك هنا ابراهيم حسن. نكمل الحاله، بصوا الوضعيه، وضعيه خطيره، الاجناب هنا بقت متفرغه، ليه؟ لانك عملت ضغط في عمق الملعب، كثفت في عمق الملعب، بالتالي اجناب الملعب فضيت، فعشان كده بدا بيراميدز نسبيا انه يحاول يخلق حلول على الاجناب. وهنلاحظ مع بعض هنا مشكله في دفاع الزمالك من ماتش الاهلي بنتكلم عنها، لاحظ؟ بصوا دايما هتلاقي واحد بيتحرك في الهاف سبيس، هنا محمد فاروق بيتحرك بين احمد عيد ومحمود علاء، وهنا ايريك تراوي بيتحرك بين الونش وعبد الله جمعه. بصوا كمان حل كمان من وسط ملعب بيراميدز بيزيد في عمق الملعب، ثلاثه في منطقه الجزاء والثلاثه بيتحركوا صح. نلاحظ ونكمل الحاله، إيريك تراوري اللي فاز بيها لان مدافع الزمالك ما بينطش، سلبيات بسيطه بيعاني منها الزمالك ممكن تاثر كتير على الافكار الحلوه اللي بيحاول يقولها كارترون. احد النقاط الايجابيه جدا اللي حاول انتي تشاتشيتش انه يطبقها ولعيبته نفذوها اغلب الاوقات بشكل كويس، نلاحظ مع بعض حاجه دايما بيحاول انتي تشاتشيتش انه يعملها. في حاله إيريك تراوري طلع يضغط فوق، لاقي محمد فاروق بيأخر نفسه عشان يبقى قافل على فرجاني ساسي. نكمل، بصوا هنا لما محمد فاروق راح يضغط إيريك تراوري هو اللي استلم ساسي، الاثنين واخدين تعليمات منين ما الكره تروح اضغط، مش هقول لك ما تضغطش، روح اضغط عشان يمكن تاخد الكره وتفتكها، بس دايما قفل على ساسي سواء محمد فاروق او إيريك تراوري. نكمل،
هنا إريك تراوري رايح مع ساسي. بصوا لما إريك تراوري فكر يرمي هناك محمد فاروق مال. هنا محمد فاروق يروح يضغط على محمود علاء. تراوري مع ساسي. لما تراوري هو اللي راح يضغط هناك محمد فاروق هو هنا اللي جه مع ساسي. وهنا كارتيرون مش نايم بره. بصوا مين نزل في مناطق التحضير عشان يعمل تطور للهجمه ويدرج الهجمه لفوق. اشرف بن شرقي. اتنين مدربين يا جماعه كل واحد فيهم فايق. هنا اشرف بن شرقي بينزل لمناطق التحضير في وسط ملعب الزمالك عشان هو اللي يطلع الفرقه لقدام. نكمل الحلقه. بصوا استلموا لف عشان في مساحه. طلع الزمالك لمناطق بيراميدز. تاني هنلاحظ مع بعض نفس الحاجه اللي حاول شاتشيتش يعملها مع لعيبته في بناء الهجمه للزمالك. لاحظ الحاله. بصوا هنا فرجاني ساسي لوحده. بصوا بقى على اللاعب ده. بصوا راح قفل هنا ازاي. ليه قفل مساحه الباص على احمد عيد. احمد عيد كان عنده مساحه انه يدي لساسي. قفل له المساحه ليه؟ عشان يعطل اللعب. فهنا يتحرك محمد فاروق عشان هو اللي يمسك ساسي عشان هو الملتزم برقابته هو وتراوري في مراحل تحضير هجمه الزمالك. نكمل الحاله. بصوا هنا تراوري راح. بصوا محمد فاروق لازم ركزوا مع ساسي ومحمد فاروق معاه مان تو مان مش سايبه منين ما يروح. بصوا الحل التاني اللي حاول كارتيرون يخلقه. انت عندك تلات لعيبه في الجيم غير ساسي يقدروا يطوروا لك اللعب. زيزو بن شرقي اوباما. عشان كده هيحاول يستغلهم. ما هو انا لو ما عرفتش استغل امكانيات لعيبتي مش هفهم حاجه. بصوا زيزو اتحرك بشكل عمودي مع الدفاع في ظهر الشبكه اللي عاملها بيراميدز في الضغط. استلم الكوره طلع الزمالك لمناطق وسط ملعب. في حل كمان مش انا لسه قايل لكم في تلات محاور غير ساسي. تعالوا بقى نشوف ساسي نفسه اللي كان متراقب ده كان بيحاول يعمل ايه. هنا مرحله بناء هجمه للزمالك. محمد فاروق وتراوري الاثنين مقربين دايما من فرجاني ساسي. لاحظوا بقى ساسي الذكي عمل ايه. بصوا ساسي راح فين. سحب محمد فاروق معاه. بص المساحة بقت قدام محمود علاء دي مساحة كبيرة. بالتالي محمود علاء يقدر يتحرك في المساحة دي وهو اللي يختار افضل وجهة. وبالذات محمود علاء اللي دايما لو تفتكروا بنتكلم انه من افضل الحلول للزمالك في بناء الهجمة من تحت. كمل الحالة. بصوا محمود علاء مساحة 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 كبيرة. اول ما قرب محمد فاروق هوب زيزو سقط له بشكل عمودي عشان يستلم في وسط ملعب بيراميدز يقدر يطلع الفرقه لقدام. مدرب قاعد بره صاحي وفايق اللي بيحصل حواليه. وهي دي ميزه كارتيرون في الماتشات الكبيره انه عامل ابديتنج بكل حاجه بتحصل في الملعب. قلنا كارتيرون مقسم الجيم. الشوط الاول متقسم لثلاث اجزاء، ربع ساعه الاولى، ربع ساعه الثانيه، والربع ساعه الاخيره. بص بقى على الربع ساعه الاخيره. لاحظوا الشكل اللي عاد عليه الزمالك زي ما كان في الربع ساعه الاولى. بصوا اسلوب الضغط اللي بقى معمول. ففي النهايه بصوا هنا مهدي سليمان لعب الكرة. بصوا راحت لدفاع الزمالك 1 2 3 4 وهنا ساسي بينزل. بالتالي لما الكرة هنا ترد من دفاع الزمالك تلاقي واحد على الدايرة بيستلم. فبالتالي قفلت الكرات الطويلة لانك ضغط كويس على قلبين الدفاع او حارس المرمى اللي بيبعتوا لك الكرة من فوق. مراقب كويس لعيبة بيراميدز وبيراميدز كمان ساعد في كده او انتي تشاتش ساعد في كده انه ملعبش بمحط أساسية زي جون أنتوي عشان يقدر هو اللي يستلم له الكرات الطويلة دي. فبالتالي كارتيرون عنده حلول وأنتي تشاتشيتش زود له الحلول دي. نفتكر تاني الضغط اللي كان على الأجناب حصل تاني. بصوا بقى معايا هنا موقف 1 على 1. هنا بقى موقف 2 على 2. ركزوا يا جماعة في يوسف أوباما. بصوا يوسف أوباما فين؟ نزل معاهم ثالث. شبكة الضغط اللي بنقول عليها، شبكة الضغط اللي على الأجناب اللي بتمنع بيراميدز إنه يعمل شغل. عشان كده الزمالك آخر ربع ساعة في الشوط الأول سيطر على الجيم وسجل جول وكان قريب إنه يقتل الجيم خالص في الشوط الأول. هو ليه لما جون أنتوي نزل إريك تراوري اتحسن كتير؟ لأن إريك تراوري خطورته لما بيجي من تحت أو بيخش من الأجناب مش لما يبقى متمركز قدام بين الدفاع. لاحظ مع بعض الحالة دي، مرحلة بناء هجمة للبيراميدز من تحت. بصوا بقى الفرق. بصوا هنا في محطة لعب يقدر بيراميدز يطلع عليها من تحت، يقدر يهيئ الكرة لإريك تراوري اللي بقى بيقطع في ظهر المهاجم عشان هو اللي يستلم في المساحات. نكمل الحالة. بصوا هي دي قيمة تراوري، لما تحرمه من القيمة دي مش هتلاقيه. في بقى هننتقل من قيمة تراوري لقيمة جون أنتوي. هو ليه جون أنتوي أصلا من أهم المهاجمين في مصر؟ لاحظ مع بعض الكرة دي. بصوا يا جماعة، بصوا عبد الله جمعة فين؟ اقطع. بصوا بقى هنا، بصوا جون انتوي يتحرك فين؟ في ظهر عبد الله جمعه، برغم ان هو فيرود رقم 9 المهاجم الصريح اللي الطبيعي الكلاسيكي بيلعب في العمق. لا، عبد الله جمعه هنا طلع، فبالتالي في مساحه في ظهره. طب ما انا استغل المساحه دي عشان اعمل ضغط على الزمالك واسيب عمق الملعب لحد يتحرك معايا. لاحظ هنا جون انتوي، بصوا اتحرك في ظهر عبد الله جمعه. بصوا بقى
إيريك تراوري فين؟ انطلق في عمق الملعب في المساحة، لعيب ذكي، هو هي دي حتته وهي دي شغلته، من غيرها يقع. نلاحظ تاني قيمة تراوري، بصوا تراوري فين؟ هنا المدافع أو الباك فاتح الملعب عند ستريتش وهو هنا بيتحرك في الهاف سبيس، هي دي قيمة تراوري. هو ليه بيراميدز في الشوط الثاني سيطر تماما وبقى عنده حلول كتيرة وضغط بشكل كبير جدا على الزمالك في نقطة مهمة قوي ألا وهي أسلوب ضغط الزمالك، الزمالك بقى بيرجع لتحت، فبالتالي محمود حمادة هنا في عمق الملعب بقى قادر يطلع الكرة ويعمل الربط بطول الملعب، فبقى بيراميدز عنده تنوع من الأجناب والعمق. نلاحظ مع بعض هنا مفيش ضغط قدامه مساحة كبيرة، بصوا الربط، ربط بطول الملعب خلى ابراهيم حسن يستلم في منتصف ملعب الزمالك عشان يقدر يطلع ويتدرج بالهجمه بشكل طبيعي. نلاحظ مع بعض شبكه الضغط الثلاثيه اللي عاملها الزمالك، لكن احد المشاكل برضو في الشوط الثاني ان ما بقاش في ضغط، اللعيبه بقت مرصوصه حافظين الكلام من كارتيرون، لكن مع تلاحم الماتشات مع قوه الجيم اللعيبه بدنيا ما بقتش قادره تدي في الضغط بنفس الشكل. نلاحظ هنا مع بعض 2 من بيراميدز على 3 من الزمالك، وبصوا ركزوا في تحرك إيريك تراوري، بصوا هنا اللعيب هنا بقى فاتح، نلاحظ هنا اوناش ما اعرفش هو دخل معاه ليه فساب محمد حمدي على الخط فاتح لوحده. نلاحظ هنا مع بعض اللعبه اتحولت على الطرف، بصوا المساحه بينه وبين عيد قد ايه كبيره، فبقى بيراميدز قادر يعمل العرضيات، وتاني تمركز دايما واحد اهو بيتحرك بين قلبين الدفاع، دايما في الهاف او بين قلبين الدفاع لازم هتلاقي مهاجم من المنافس بيتحرك في المنطقه. نكمل مع بعض تاني، بصوا ثلاثي الزمالك مفيش ضغط، بصوا هنا بصوا الكوره ضرب بيها كام لاعب، هي دي مفيش ضغط. بالتالي لو انت بتعمل ايه، لو انت راسس ال11 لعيب بتوعك وجايب الاحتياطي في الدفاع ما بتضغطش مش هتوصل اللي انت عايزه. نكمل بقى ونلاحظ مع بعض ميزه مهمه وهي تراوري، بصوا تراوري لما بيجي من تحت بيبقى خطير ازاي، بصوا تراوري هنا جون انتوي قطع على الايمن الاول عشان يسحب الدفاع معاه فيفرغ كل المساحه دي لإيريك تراوري وابراهيم حسن عشان يبقى عنده حلول يقدروا هم يعملوا او يغيروا شكل الجيم. نكمل الحاله، استلم تقريبا على حدود الستة لوحده، هي دي عظمة وتقل إيريك تراوري. طيب أندي تشاتشيتش مغلوب وبينزل دونجا ليه؟ في اعتقادي الشخصي، أنا مش مختلف معاه طبعا في النقطة دي، في اعتقادي الشخصي إنه كان عايز يعمل حاجتين، يعدد محاور اللعبة من عمق الملعب ويعمل ضغط أكتر في الهاف سبيس. تعالوا مع بعض، بصوا هنا عمر جابر وهنا دونجا وهنا محمود حماد، تمام؟ نخش على الحل بعد كده، بصوا معايا في الكورة دي إيريك تراوري هنا مع أحمد عيد وهنا عمر جابر شاغل واحد من وسط الملعب. نكمل الحالة، بصوا هنا محمود حماده لما استلم اللي حصل، عبد الله جمعه ساب مكانه وساب جون انتوي عشان ينزل يقابل محمود حماده في انصاف المساحات، بالتالي منطقه انصاف المساحات هتعمل تساؤلات كتيره للدفاع. عبد الله جمعه هنا ليه خرج عشان يضغط على محمود حماده؟ طب ما يسيبه، لا، لان محمود حماده في منطقه خطيره الهاف سبيس اللي هي المنطقه اللي بتطرح تساؤلات على الدفاع، فبالتالي راح عشان يضغط على محمود حماده فساب جون انتوي يستلم في ظهر وسط الملعب للزمالك. نكمل الحاله، عمل معاه الدبل باس، تخيل انت معايا كده لو الدبل باس دي مشيت، الدبل باس دي مشيت وراحت لمحمود حماد، ايه بقى انت تشاتشيتش ده افضل مدرب في الدنيا. في بعض الحالات عشان ما بتكملش صح او عشان ما بتتبروسش بجمله او بهجمه او بجول فما بتبانش، لكن فعلا انا اعجبت جدا بتفكير انت تشاتشيتش انه ينزل دونجا جنب عمر جابر ومحمود حماد عشان يعمل ضغط اكتر في الهاف سبيس هنا وهنا عشان يضغط على دفاع الزمالك فيحرر اكتر جون انتوي وإيريك تراوري ومحمد فاروق. الفوز حلو وخصوصا لما يكون في المنافس اللي بيصارع معاك على نفس المركز، لكن عشان نكون واقعيين في مشاكل كتيره جدا دفاعيه واظن ان احنا شرحناها لازم الزمالك ياخد باله منها، لان دوري الابطال مختلف تماما عن الدوري المصري. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.